مشروعنا عبارة عن إنتاج رغوة الألمنيوم، والمشروع هذا أو المصنع تقريبا هو المصنع الوحيد المتوفر في كل شرق الأوسط وإفريقيا. والله انتابتنا الفرحة أن فزنا بهالجائزة القيمة في مشاركتنا الأولى، خاصة أن المنتج شيء جديد مو بس على مستوى قطر، على مستوى الشرق الأوسط كله وإفريقيا. يعني اشترك وإن شاء الله تستفيد، يعني ما بتخسر، بتستفيد يا تسويقيا يا معرفيا، في النهاية win-win situation شكل ما يقولون.